شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. سلاد أولين وان مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة، ومع فراتة نوقفها بكبسة زر. بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد أولين وان مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل المجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بوردز بأربع ألوان مختلفة، كلهم فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك وكل أنواع الفريدومير، والأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل روتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة والفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي بروبيلان وبتحصلوا عليهم ب 30 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. قدي منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع البلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر، يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا أيربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما إنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على أيربلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما قلق أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها.
قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارتو صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالة شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارتو جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. ب$20 بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصدع بالسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب$45 بس وين ما كنتوا بلبنان، من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.